سوا على الهوا سوا عطول سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا. صباح الخير أمريكا، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة هذا الصباح، حلقة أتان عليها العديد من التعليقات ونتمنى أن نتناولها هذا الصباح معكم. مخاطر الحمل بين فيروس ولقاح كورونا والضغوط النفسية، هذه الحلقة الجديدة والهامة تأتيكم في تمام 8 صباحا وتعاد في الساعة 5 مساء بتوقيت الساحل الشرقي مع الدكتور فائق نيكولاس شما، أخصائي الغدد الصماء وعلاج العقم والأمراض التناسلية. تدور حول الجدل المثار حول تطعيم الحوامل بلقاح كورونا والمخاطر التي يشكلها التوتر والضغوط النفسية والعاطفية على سلامة الحمل واحتمالية حدوث الإجهاض. تتطرق أيضا الحلقة إلى تأثير مشكلات التوتر والإجهاد على الحمل ومدى إمكانية تسببه في حدوث الإجهاض والآثار النفسية المترتبة على ذلك، وهل يمكن أن يؤثر الإجهاد أثناء الحمل على صحة الجنين جسديا وعقليا، وما هي أهم النتائج لتجنب كل هذه المشكلات. الدكتور فائق نيكولاس شما حاصل على البورد الأمريكي في أمراض العقم وأخصائي الغدد الصماء والأمراض التناسلية، هو من أبرز الأطباء في علاج العقم والتخصيب الاصطناعي الأنابيب ليس فقط على مستوى ميشيغان بل أيضا على المستوى الوطني والعالمي. شهرة IVF ميشيغان وسعت من قاعدة المرضى الذين يرغبون بالعلاج تحت إشراف الدكتور شما ليس فقط في أمريكا بل أيضا في الشرق الأوسط. مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة هذا الصباح، مخاطر الحمل بين فيروس ولقاح كورونا والضغوط النفسية. يبدو أنني أعاني قليلا من هذه الضغوط النفسية هذا الصباح، بعد الفاصل كونوا معنا. مراكز IVF ميشيغان للخصوبة وأطفال الأنابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشرة في ميشيغان وأوهايو، حيث يتواجد أمهر الأخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي. يعتبر الدكتور نيكولاس شما أحد أهم الأخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ميشيغان وأوهايو، حيث أجرى أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شما شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للاستفسار اتصلوا على 248-952-9600 248-952-9600. سوا على الهوا سوا طول سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون صباح الخير أمريكا، مخاطر الحمل بين فيروس ولقاح كورونا والضغوط النفسية. صباح النور والفل والياسمين دكتور، نهار جميل نتمناه كذلك. صباح النور. صباح النور صباح الفل مثل ما بتقولي يا ليلى، لإلك ولكل هالمستمعين. كأني متوترة شوي، عم بتملعصم دكتور، ما بعرف ما بالعادة كان عندي ما هيدي هيدي البي تي اس دي بعد الكورونا. تماما دكتور، يعني نبدأ معك. صباح النور والورد، تناقش الحلقة في الجزء الأول أهمية تلقي لقاح كورونا قبل الحمل وأثناء الحمل، وهل له أي آثار جانبية على الأم أو الجنين، وما هي أهم المضاعفات التي يمكن أن تحدث للأمهات الحوامل المصابات بالفيروس. يعني هذه الجزئية نأخذها هذا الصباح في كل برنامج بسبب استمرار جائحة كورونا. يعني اليوم الرئيس جو بايدن يدعو لحداد وطني بعد وفاة 500,000 أمريكي بكورونا، حيث أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس سيقفون حدادا على أرواح 500,000 أمريكي سقطوا ضحايا لفيروس كورونا، ويطلب من جميع الأمريكيين الانضمام إليهم. كيف ترى هذا الموقف بداية دكتور؟ يعني مأساة كبيرة نعيشها في أمريكا. لك هي مأساة مش بس لأمريكا لكل العالم. يعني تخيلي 500,000 شخص توفوا،
هيدا أكتر من كل الحروب، الحرب العالمية الأولى بأمريكا والحرب العالمية الثانية وفيتنام كلهم مع بعض ما بيطلعوا 500,000. فهيدا العدد كبير لدرجة صعب يفهم العقل. حتى نسبة الحياة، يعني معدل الحياة اللي بيعيشه الإنسان بالولايات المتحدة 1.5 سنة بس مشان هيدا المرض الخبيث اللي عم بيصير أبريور على 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 الكرة الأرضية. فأنا برأيي يعني اللي عم يعملوا اللي عم تعملوا الدولة واللي عملوه يعني الرئيس اللي قبل والرئيس الحالي اللي بتوليت يعني إنه مثل ما بيقولوا يعني عالم نوقف ومنعمل حداد ومنعمل كل هالشيء، بس بدك يعملوا فاكسينز أكتر. هيدا الطريقة الوحيدة يا ليلى فينا نوقف فيها هيدا الفيروس. وصار لهم تقريبا من سنة، تقريبا سنة والشهرين بيعرفوا انه موجود هيدا الفيروس على الكرة الارضية. طيب عال معنا لازم يعملوا فاكسينز اكتر ويعطوا اكتر الفاكسينز للعالم، اللقاح للعالم اللي حتى نقدر نوقف هيدا هيدا الفيروس. يعني هذه نقطة هامة جدا دكتور، نقف عندها أنا وأنت ومن يتابعنا اليوم. يعني هذا الجدل المستمر حول الباكسين، حضرتك عم بتقول بكل صراحة هذا هو الحل الوحيد لأن يخرج العالم من هذه المأساة. 500,000 شخص فقط في أمريكا كما أشرت حضرتك توفى، أكثر من كل الحروب التي يعني خضناها، أيضا أرقام كبيرة جدا عالميا. دخلت في جدل مع إعلاميين حول نحن نتابع بنا حملة ندعم فيها التلقيح في الولايات المتحدة الأمريكية وتثقيف الناس. يعني هناك من يروج إلى الآن أن اللقاح ضار وهناك نظريات ضد اللقاح، كيف ترد دكتور شماء؟ لك هي بسيط، الجواب بسيط كتير وبديهي. يعني الناس اللي بتفهم الجواب بديهي لدرجة أنه فيني فسره لابن الصغير اللي عمره 8 سنين. خليني أقول لك بصراحة، كل دواء وحتى اللقاح هو دواء، يعني أنه كل شغلة بتنعمل وبتنعطى للإنسان من ناحية الطبية بده الواحد يقارن ويوازن شو تأثير هيدا الدواء أو هيدا اللقاح أو هيدا العلاج بالنسبة تانية شو تأثير المرض. نحن منعرف أنه تأثير المرض مميت، لا كتير ناس بكبار بالعمر عندهم مشاكل صحية، عندهم سكري، عندهم ضغط، عندهم بالقلب، كلهم هولي يا ليلى بيموتوا إذا كتير منهم إذا صار معهم الكوفيد 19. العلاج ما قليل كتير 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 إنه حدا صار معه even side effects منه، يعني عندهم شو side effects بالعربي، تأثيرات جانبية دكتور، تأثيرات جانبية. معنى الحكي إنه إذا بتوازني العلاج وهو اللقاح بالنسبة الواحد يصير معه الكوفيد كتير خطر أكتر واحد يصير معه كوفيد، يعني بديهي الجواب. يعني أصحاب النظرية يقولون كيف تعرفون أن اللقاحات ليس لها تأثيرات جانبية على المدى البعيد؟ نعرف. أنا فقط دكتور يعني أردد لك ما يقال. نعم. لقلك المدى البعيد أنا بعرف على المدى القريب، إذا صار معي كوفيد لا سمح الله معقول الواحد يموت بعد جمعتين، هذا المدى القريب. بالمدى البعيد ما حدا بيعرف. هدول اللقاحات الموجودين بأمريكا لحديت هلأ، يعني الموديرنا والفايزر صار لهم 25 سنة عم يعملوا لهم دراسات بالحيوانات، مش دغري إنه هيك يكوني فكانت وعي الصبح وقرروا يعملوا لقاح من هذا النوع ويعطوه للعالم. ولحديت هلأ الدراسات بتفرجي إنه أتليست على الحيوانات وعلى البرايمات ما عندهم تأثيرات طويلة العمر in general، بس مش هيدا اللقاح لأنه هيدا اللقاح منه موجود، لأنه كان الفيروس منه موجود ما عارفين فيه من سنة. فمعنى الحكي يا ليلى هيدا لازم نزينه، قديش خطورة المرض وقديش خطورة العلاج. وأنا برأيي خطورة العلاج صغيرة لدرجة إنه ما لازم حتى نفكر فيها.
إذا دكتور لماذا يخرج بعض الأطباء وأنا يعني دخلت في هذا الجدل على أكبر الفضائيات ويقولوا إنه في نظرية مضادة إنه لا في هناك خطورة ويجب أن يعني هناك بعض الأطباء والعاملين في الحقل الطبي يعني بشكل ما ينشرون أخبار مضللة عن اللقاح؟ لأنه مش كل الأطباء فهمانين يا ليلى، مش كل العالم فهمانه ومش كل العالم دارس الموضوع بموضوعية، وما فيهم يعني ما بعرف كيف رد عليك بهذا. ليش في ناس بيتصرفوا بطريقة معينة؟ ما بعرف. ليش في ناس قرروا يفوتوا على الكابيتال؟ ما بعرف. ليش في ناس مثلا بيعملوا جرائم؟ ما بعرف. انه هدول الاشياء ما فيك تجاوبيها ليه في انسان بيتصرف بطريقة معينة. في ناس انا عندي بالشغل، لا اعطيكي مثلا، عندي 176 موظف، من كل هالموظفين في 3 موظفات وحده ما قبلوا ياخذوا الفاكسين، ما قبلوا. وجربت فسر لهم وجربنا كلنا نفسر لهم وقديه بيساعد وكذا، انه بالاخير الانسان بتنصحي، بس الطريقه الوحيده ليصير في عندك مناعه القطيع مثل ما بيقولوا، انا ما بحب هيدا الاسم كلمة. مناعه القطيع هو انه نعطي الفاكسين لأكثر عدد من العالم، لأن الطريقة الثانية الوحيدة هي أنه كلنا نصير انفكتد، 70-75-80% نصير انفكتد، ساعتها ما بيعود في فيروس، وبعدين خذي قديش بناس بيموتوا يعني بهيك حالات. يعني انتشار كمان دكتور السلالات الجديدة مقلق تماما. هل الفاكسين هلا ممكن أيضا أن يقينا من انتشار السريع المتوقع كما يقول خبراء؟ دعنا نتحدث في أمريكا وننتقل إلى العالم، يعني هل ممكن أن يقينا اللقاح من السلالات الجديدة؟ هل لك ما يعني الجواب لهيدا مش كتير واضح، لأنه ما منعرف بعد. في كتير سلالات، هو السلالة يعني هيدا يعني it's a genetic mutation, one or more genetic mutation بيكون بقلب الفيروس، بنسميها سلالة or variant بالإنجليزي. هدول السلالات في وحدة من ساوث أفريكا، في وحدة خطيرة كتير، هي تقريبا 50% خطيرة أكتر من الموجودة عنا هلا بأمريكا. في بريطانيا خطيرة بس مش قد تبعية ساوث أفريكا. وبعدين في عدة سلالات. الفاكسينز اللي تطوروا هن against ضد السلالة الأولانية اللي طلعت، واللي هي اللي أكتر انتشارا بالعالم هلأ الموجودة هلأ، وهيدول كتير effective. يعني 95% من الناس اللي بياخدوا الفاكسين ما بيصير معهم المرض، وإذا 5% صار معهم المرض ما بيكون خطير أبدا وما بيفوتوا على المستشفى حتى. هدول الدراسات اللي فرجت. دكتور بالنسبة للفارينس، بس لجاوب على سؤالك، الأرجح تقريبا الفاكسينز موجودين 50-60% effective، يعني انه بيعملوا عندهم شو effective بالعربي، يعني فعالية. فعالية دكتور، فعالين ضد السلالات البريطانية والساوث أفريقان. وفي أكشلي فاكسين جديد طالع، يعني رح يطلع يمكن بجرف شهر، اللي هو باي نوفا فاكس. هيدا الدراسات انعملت بأفريقيا الجنوبية وببريطانيا، وهيدا الفاكسين يمكن من أحسن الفاكسينات اللي رح تطلع لحديت هلأ، بعد ما طلع بعد الـ FDA ما عطته EUA، ما عطته Emergency Use Authorization. فهيدا الفاكسين من هيدا الشركة اسمها نوفا فاكس، هيدا لمن يطلع الأرجح أكتر إفكتيف على الفارينس الموجودة. هيك الدراسة هيكون أكثر فعالية على السلالات الجديدة التي جديدة. نعم exactly. وما في شيء بيمنع إنه الموديرنا وفايزر يطلعوا لقاحات مش جديدة، بس variations of them، ناخدهم الناس اللي أخذت اللقاحات مثلي ومثل غيري ياخدوا بوستر بعدين حتى يمنع السلالات الجديدة، لأنه منه كتير صعب يعني نعمل another vaccine، إنه هو الكونستركت منه صعب أبدا. دكتور بس في نقطة هامة يعني فيها كتير لغط، قديه نسبة يعني قديه فعالية اللقاح؟ في ناس عم بتقول ما أنا محرزة ناخد يعني لقاح بس بثلاث أشهر بيقينا، في ناس عم بتقول خمس أشهر. لا ما لقلك ما بنعرف، ما بنعرف، بس بنعرف إنه بالقليل الست أشهر، لأنه انعملت الدراسات على البرايميت. شو برايميتس بالعربي؟ هيدول الشمبانزيز مثل الإنسان بس نون هيومن، يعني انعملوا ولقوا إنه هيدول عندهم بعض الأنتي باديز بالقليل ست أشهر،
وبعد الدراسات عم يعني عم بعدهم موجودين البرايميتس وبعدهم عم يطولوا الدراسات لنشوف ديك داين 6 اشهر 9 اشهر او سنه، ويمكن نضطر ناخذ ما هو كل الفاكسين بس الانفلونزا بناخده كل سنه ومنه منه شيء مهم كثير انه اخذناه كل سنه. دكتور يمكن هون نضطر ناخده كل 6 اشهر ما بعرف كل هلا السؤال نعم كلفة الفاكسين عم بتغطي طبعا اللي عنده انشورنس دكتور اكيد يعني مغطى ما هيك؟ ما بيأثر، الدولة الأمريكية عم تدفع، ما حدا دفع حق الفاكسين لحديث هلا، كل اللي أخذوا فاكسين الدولة دفعت أو الانشورنس دفعت، ما حدا دفع من جيبته مشان الفاكسين. يعني من هيدو $20 حق الفاكسين، الاقتصاد العالمي عم بيخسر $250 مليار بالشهر because of the COVID. فحضرتك بارم لاين عم بتقول لكل اللي عم بيتسمع علينا خدوا اللقاح اللي هو eligible هلا اللي بعمر 65 وما فوق لهلا مفتوح لقلهم، خدوا اللقاح حتى لو كان لثلاث اشهر لست اشهر افضل بكتير من انه الانسان يتعرض لمضاعفات كوفيد 19 باختصار شديد. يسلم تمك، نحن بنقول لهم للناس هلا اللي جاوب على سؤالك انت بلشتي عم تساليني عن الناس الحامل لانه هيدا اختصاصي انا كنت ساعود الى هذا النقطه دكتور، بس يعني هيدا محل جدل بدنا نحسم هالجدل مع يعني حتى لقلي. دخل بهذا الجدل اعلاميين، فانا يعني ما بعرف انه انا اعلاميه بسال سؤال بس ليس دوري ان اقول للناس خذوا ولا ما تاخذوا. حضرتك الدكتور حضرتك من قضيت عمر طويل جدا في البحث والريسيرش ومجال عملك طبعا وتعطي نتائج، إذا أتمنى بس توضيح دكتور لأنه كانت مثار جدل على بعض ما قلته أنت سابقا مع كبرى الفضائيات، يعني أنه نحن يجب كإعلاميين كمعدين برامج أن لا ندخل في هذا النقاش، علينا فقط أن نسأل ونأخذ الإجابة كما أشرت من أطباء فهمانين كما قلت أنت في بداية البرنامج. نقطة توضيح. خليني أقول لك بالنسبة للحمل يا ليلى، في عندك ثلاثة agencies هن بالولايات المتحدة أتليس اللي هن نصحوا عملوا guidance بالنسبة للناس الحوامل أو اللي بدون يحمل. هلأ لنبلش قبل ما أقول لك شو قالت CDC والأمريكان كوليج أوف OBGYN والماترنال فيل ميديسن أمريكان ماترنال فيل ميديسن سوسايتي، لازم أقول لك شو كوفيد بيعمل بالناس الحوامل. لأعطيكي background، عادة 5% من الناس بالولايات المتحدة بين العمر 20 و 45 بيكونوا حامل بأي وقت. 25% يا ليلى من الناس اللي بيفوتوا على المستشفى النساء بيكون معهم كوفيد، يعني كتير أكتر من 5%. الكوفيد منه بسيط بالحمل لأنه نسبة الوفاة أكتر بكثير. سوقفتني هذه النسبة دكتور، ليش عالية عند الحوامل أعلى؟ ما عم قلك لأنه المناعة عند النساء الحوامل أقل من المناعة عند النساء اللي منهم حوامل. بسيطة هذا الجواب. هلأ حتى وقت ما يصير معهم اللي بيفوتوا على المستشفيات ومعهم كوفيد 50% عندهم سيمتمز، عندهم عوارض، ومن هيدول ال 50% 16% يا ليلى بيفوتوا على الانتنسيف كير يونت يعني على العناية الفائقة، وبعدين نصهم 8% منهم بنحطهم على الريسبيريتور. يعني عم بقول لك كوفيد مصيبة بالبريجننسي بالناس الحوامل، وانا عندي لانه نحن يعني اكبر مركز بميشيغان وباوهايو، انا عندي مريضتين توفوا بسبب الكوفيد، واحدة منهم سافرت على بريطانيا وحرام توفت هناك. بس معنى الحكي انه كتير كوفيد مصيبة بالحمل، فنحن وظيفتنا لهيدا السبب، ولانه كوفيد كمان بيأثر على بيصير الطلق قبل وقته كمان، نحن نصيحتنا الناس اللي عم بدها تجرب تحمل اذا فيها تاخد اللقاح بأسرع ما يمكن لازم تاخده، لازم تركض وتاخده قبل ما تجرب تحمل تصير حامل. والهيدول الثلاثة agencies CDC Maternal Fetal Medicine Society of the United States وبعدين American College of OBGYN ثلاثتهم يا ليلى recommended انه حتى نحطي اللقاح للناس الحوامل، مع انه الدراسات اللي انعملت مع موديرنا ومع فايزر ما اخذت ناس حوامل
لعملوا الدراسات اللي قدموها للاف دي اي. فليش نحن بننصحهم؟ للاسباب الوجيهه اللي انا قلت لك عنها، انه بيمرضوا اكثر بكثير وقت ما يكونوا حامل، وبيصير عندهم مضاعفات اكثر. وما تنسي في ناس بتكون حامل عندها ضغط، عندها سكري، بتكون وزنها زايد عن اللزوم، لانه ما تنسي تلتين من النساء بالولايات المتحدة وزنهم زايد، يا اما overweight or obese، وهيدول كمان مشاكل بتزيد مضاعفات الكوفيد وقت ما يصير يكون الحمل موجود بذات الوقت. تكون هي مضاعفات يعني كبيرة جدا بين اصلا عندهم مشاكل والكوفيد كما اشرت حضرتك. نعم exactly. فانا اللي بدي اقول لك، يا نحن شو بننصح للناس الحوام؟ لنحسب قبل ما يكونوا حامل اذا بيقدر ياخذوا الفاكسين، عظيم. بس المصيبه عندنا بالولايات المتحده انه الدوله تبعيتنا بعد ما قررت تعمل فاكسينز انف لتعطي كل العالم اللي بدها تاخذ الفاكسين، ناس ناطرين دورهم بعد. بعدهم بيحكوا بال65 وما فوق، وبعدين في عندك ناس 50 و40 و30 عم بيموتوا. هيدي أول شغلة. تاني شغلة نحن بننصحهم إنه إذا صارت حامل يمكن تتفادى أول تريمستر، يعني تتفادى تاخد اللقاح بأول تريمستر. مش إنه لأنه اللقاح الـ mRNA بتفوت على البيبي، ما بتفوت. هي الـ mRNA does not cross the placenta، يعني ما بتفوت على الجنين بالحمل period. هلأ نحن ليه ما بننصح بأول تريمستر؟ ليش؟ لأنه تقريباً 4% بعد اللقاح الأول و16% بعد اللقاح الثاني بيصير الناس بياخدوا اللقاحات بيصير عندهم حرارة، والحرارة فرجت إذا عليت إنه بتأثر على تكوين الجنين بأول تريمستر. بس في علاج بسيط بالنسبة للحرارة، بتاخدي أنتي بايراتيك بتنزل الحرارة، شفتي كيف؟ فنحن مع إنه فينا نعطي اللقاح بأول تريمستر، أنا بقول لهم للمرضى تبعوتي إنه إذا فيكن تتفادوا تاخدوا اللقاح بأول تريمستر بيكون منيح. يعني بدكن تجربوا تروحوا على المحلات اللي فيها كتير عالم، تستعملوا ماسك، تصبوا إيديكن، وتستعملوا بيرال وقصص من هالنوع. كل هيدول الميتيكيشن أفتس لازم تضلها موجودة. بس إذا صحلكن تاخدوه بالتاني شهر تاني تريمستر وتالت تريمستر لازم تاخدوه، لأنه أغلب الناس اللي فاتت على المستشفيات مع كوفيد تقريبا 90% أكشي 95% منهم كانوا 90-95% كانوا بتالت تريمستر، يعني بتالت شو تريمستر بالعربي يا ليلى، تالت فترة من الحمل. نعم. وتقريبا 5-10% كانوا بتاني تريمستر، وكتير قليل بأول تريمستر، بأول فترة، أول 3 أشهر من الحمل. فنحن هيدي النصيحة، يعني إذا قسمنا دكتور الحمل أول 3 أشهر، تاني 3 أشهر لازم ياخدوه بتاني 3 أشهر، يعني يكونوا قطعوا أول 3 أشهر، خلينا نبسطها للمستمعين، يكونوا قطعوا أول 3 أشهر، يكونوا بين 3-6 أشهر ممكن يكون أسلم، خلينا نقول يمكن أسلم. بس هو يعني الأمريكان كولج أوف أوبي جي وان ما منعت، بالعكس هي حبست ناس ياخدوه حتى بأول تريمستر. بس أنا اللي عم بقول إذا في مجال يتفادوه حتى ما يقيل، حتى يفكروا إنه معقول يكون عنده تأثير الحرارة على البيبي، إذا كانوا من 16% من النساء اللي صار معهم حرارة. هيدي هي تماما، يعني نصيحتك إذا الوحدة بتقدر إذا صارت حامل تتفادى أول 3 أشهر حتى ما يكون عنده أي قلق أو خوف أو توتر إنه ممكن يأثر على البيبي تبعه، وهيدا ليس مثبت علميا كما أشرت، يعني ما في أي إثبات علمي، لكن حتى يتفادوا بعض المضاعفات التي تحدث، هي الحرارة العالية اللي ممكن تأثر على الجنين. إذن هدول خليهم يكونوا بالسيف سايد، يرتدوا ماسك، يعملوا كما أشرت حضرتك كل السوشيال ديستانس، التباعد الاجتماعي، ما يختلطوا كتير، الماسك، ما إلى ذلك، ويحافظوا على أول 3 أشهر على الأقل يكونوا بسلامة حتى ما يضطروا ياخذوا الباكسين. تماما دكتور، هيك فهمت منك. يسلم تمك مثل العادة يا ليلى. دكتور، هل هناك أي خوف على حدوث ممكن اللقاح يأثر على التشوهات في الجنين أو شيء؟ حضرتك أجبت على سؤال بس حتى نأكل. لا ما في أي دراسة، أكشي في دراسة انعملت على الرات الجرادين
بالنسبة للمودرنا وبالنسبة لفايزر وقدموه للاف دي اي ما في اي تأثير بالنسبة للحمل او قدرة الحمل او الجنين او كل شيء من النوع. هلا عند البشر ما في بعد لانه يعني ما صرنا شهرين عم ناخذ للباكسين. ما بدك 9 أشهر ليخلق الولد؟ يا ريت نحن في رام جمعتين ثلاثة منخلف كان أضبط بكثير. شكرا لك دكتور شما، أخصائي العقم والغدد الصماء والأمراض التناسلية.